اهلا وسهلا اهلا 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 وسهلا. خليك بالسلامة. تفضل. طب كنت تقول لي قبل ما اقوم. اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا. تشرب حاجة؟ اخد قهوة مظبوط. بعدين بعدين. اهلا وسهلا. بعدين ازاي يعني؟ اما ترتاح وتاخد نفسك. انا الصحفي هلال كامل. انا كنت بعمل تحقيق عن الافلام اللي رفضتها الرقابة. رحت الرقابة قالوا لي محدش هيقدر يساعدني غيرك. الرقابة. الرقابة. انا اذكر والله يا استاذ امين هلال كامل حبيبي. ايوه هو ده. انا اذكر اول فيلم راقبته كان سنه 69، كان فيلم شيء من الخوف. ده فيلم جميل انا بحبه قوي. استاذ محمود مرسي كان عامل دور عتريس كان رائع. مرسي هو في زي مرسي؟ الاستاذ مرسي كان فحل. فحل فحل في الأداء، فحل في التمثيل. وجاء قاعد بجواري ساعة بيشاهد الفيلم وأنا براقب الفيلم، قلت له أستاذ مرسي تعالى على الكرسي. راح قاعد على الكرسي، يعني هو كرسي وأنا كرسي، كرسيين جنب بعض. كان مبسوط قوي قوي وسلم على إيدي، إيده قدي كده، سلم على إيدي وهو سعيد ومبسوط. الأستاذ محمود مرسي شخصيا ده أنت يعني عشرت جيل العظماء. والله يا أستاذ مين هلال كامل اللي هو ده. أنا كتير من الفنانين العظماء كانوا يجوا يحضروا أفلامهم ويشاهدوني وأنا براقبها عشان أقول لهم رأيي كرقيب في الأفلام. تشرب إيه؟ أخد قهوة مظبوط. بعدين بعدين. مين اللي حاطط صورة سناء جميل على الأرض؟ أنا. أنا لي عتاب عليها. تتخيل يا أستاذ مين حضرتك؟ هلال كامل. أيوه هو ده. تخيل ممثلة قديرة عظيمة زي دي تقول الأستاذ صلاح منصور في فيلم الزوجة الثانية الليلة يا عمدة، دي كلمة تتقال في فيلم عظيم زي ده. يعني أنت حطيت صورة سناء جميل على الأرض عشان الليلة يا عمدة. أمال لو سمعت الكلام اللي بيتقال في الأفلام الأيام دي هتحط صورهم فين؟ هتدفنهم؟ ومين اللي قالك ان انا ما سمعتش؟ انا سميع جيد جدا. طب انا اتحداك لو قلت لي ايه اخر فيلم نزل للسوق من يومين؟ والله انا بقالي مده ما دخلت السينما الحقيقه. نزل فيلم ابي فوق الشجره، نزل من يومين بس. هو نزل؟ نزل. الفيلم ده فيه اكتر من 50 قبلة يا استاذ. تخيل ده معناه ايه؟ والله انا شايف ان معناه ان عبد الحليم حافظ حظه حلو. لا امال ايه؟ مش عارف، بس انا كل السنين اللي قضيتها في فتره الرقابه ما سمحتش لاي لفظ خارج يتقال في اي عمل فني انا براقبه. بمناسبه ابي فوق الشجره بيسالوا الاستاذ حسين كمال قالوا له تعمل فيلم هلسي وتكسب ولا تعمل فيلم بيقول حاجة؟ قال لهم الثقافة والهلس اللي يمكن يجتمعوا. حسين كمال؟ هو في زي حسين كمال؟ ده مخرج شاب وواعد وله مستقبل رائع. الله يرحمه. بمناسبة الرقابة كنت عايز أسألك على فيلم للفنانة مريم رياض. مين مريم رياض؟ مريم رياض الممثلة. وكانت المخرجة دنيا ظافر والمنتج كان بهاء ثابت وكان معاهم منتج تاني كده عنده شركة اسمها سيال بلو. تعرف اسمه ايه؟ وايه دول؟ ايه دول اصحابك دول؟ اصحابي ايه؟ انا بكلمك عن فيلم لمريم رياض الرقابة رفضته سنة 2000. يا راجل لسه بدري على 2000. فين احنا وفين 2000؟ بلاش القهوة. حمول الله ما شربش حاجة. أي خدمة يعني سعادة اللواء؟ شكرا يا سيدي وشكرا أهو. تحب أكلم لحضرتك الأستاذ هلال أبلغه إن حضرتك مستنيه؟ لا ما هو كلمني وقال لي إنه جاي في السكة. شوف أنت شغلك. طيب يا فندم بعد إذن حضرتك. جهز القهوة يا جابر. حاضر يا فندم.
اهلا 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 منظور باشا. صباح الفل. صباح الفل. ازيك؟ تمام. انا جاي اعتذر لك على اللي عملته النهارده امبارح. يا راجل عيب عيب، تعتذر ايه؟ نقعد يا بنتي. اتفضل. انا هطلع في برنامج على الهوا بعد كام ساعة وناوي اكشف فيه فساد الوزير. لا 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 لا، اوعى تعمل كده. لا تجيب سيرتي ولا سيرت المقال حتى. لازم الناس تعرف مين اللي كشف فساد الوزير. اسمع منظور، انا لسه في البداية والطريق طويل، مش من مصلحتي ان اي حد يعرف ان عندي معلومات ممكن تودي ناس كتير في داهية. فهمت قصدك ايه؟ انت خايف الناس تعرف وتبتدي تسدف اوراقها، مش كده؟ المهم، عملت ايه في القضية الجديدة؟ كل اللي وصلت له اسم المنتج، اسمه بهاء ثابت، والمخرجة، المخرجة اسمها دنيا ظافر. دنيا ظافر؟ دي مخرجة برنامج آخر جراء. آخر جراء، آخر جراء. أنا أسمع عن البرنامج بس معرفش عنه أي حاجة. دي رئيس التحرير ومخرجة البرنامج والمسؤولة عن كل الأفكار القذرة اللي موجودة فيه. ياما كنت قابلني في الاستوديو وتلاحي عليا ان اطلع فيه، لكن الحقيقه انا كنت برفض. وازاي المسؤولين عن الاعلام يوافقوا على اذاعه حاجه زي كده؟ يا هلال، في قنوات كتيره مموله، لكن لو الدوله تدخلت ووقفت برنامج زي كده هيعملوها قصه ويقولوا فين حريه الاعلام. لا ده مش حريه، ده انحلال وتسيب. المهم انا عايز اقابلها. بعد كل اللي قلته لك عنها برضه عايز تقابلها؟ اه، اصل اليومين دول عندي ميول انحرافية. طب عايز تعملها امتى؟ دلوقتي. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل استريح. دقايق والاستاذة هتخلص البرنامج. شكرا. في اخر الحلقة بوجه رسالة لكل اب ولكل ام، سيبوا ولادكم يعيشوا حياتهم ويستمتعوا، ادلهم الحرية المطلقة وبلاش ترقبوهم، بلاش كلمة عيب وحرام لأنها بقت دقة قديمة. تصبحوا على حرية. أستاذ هلال، مش كده؟ أهلا وسهلا. أسفة على التأخير، بس حضرتك عارف إن البرنامج هوا. اتفضل. أنا مش هعطلك كتير، أنا بس جاي عايز أعرف معلومة عن فيلم قديم أنت عملتيه. فيلم إيه؟ ليالي الخريف. اشمعنى الفيلم ده بالتحديد؟ ده فيلم ما كملناش تصويره وتوقف بعدها كمان. آه، ما أنا عارف، وحصل ضجة كبيرة يعني عشان الرقابة وقفته. الفيلم ده كان بطولة مريم رياض وطارق فاروق. طارق فاروق انتحر، مات منتحر، ومريم رياض بيقول انها انتحرت هي كمان. والمشكله فين؟ مين اللي انتج الفيلم ده؟ ياه، بقى حضرتك عارف كل المعلومات دي. مش عارف مين منتج الفيلم؟ بهاء ثابت، ده اشهر من نار على العالم. لا انا مش قصدي على بهاء ثابت، انا قصدي على شخص تاني كان معروف باسم الميسيو. ميسيو؟ انا معرفش حد بالاسم. كل اللي اعرفه ان كان في شركه فرنسيه هتشارك في الانتاج. سيل بلو، مش دي الشركه اللي كنت بتخرج لها افلام مش ولا بد كده وكنتوا حابين تصوروها جوه مصر؟ انت مين قال لك الكلام ده؟ مش مهم مين قال لي، المهم اللي انا بتكلم صح. ولو نفرض ان كلامك صح، انا مفيش حاجه ضدي ولا في شيء قانوني ضدي. انا عندي اثبات انك انت اللي بتخرج الافلام دي. شرفتنا يا أستاذ.